وحشتيني قوي. لو كنت وحشتك كنت فكرت تكلمني بالتليفون تطمني عليك. معلش يا حبيبتي، حقك عليا، اصل انا كنت سهران مع مختار والموبايل شحنه فضي قفل مني. ومفيش كشك تكلمني تطمني عليك؟ كشك؟ عايزين اكلمك من كشك وش الفجر. وانت بتعمل ايه مع مختار وش الفجر؟ شغل. انت بتشتغلني؟ شغل ايه للوش الصبح؟ حبيبتي لو مش مصدقاني كلميه. هكلمه. انت ما تخوفني، هطلبه. الو، اهلا وسهلا يا استاذ مختار، ازاي حضرتك؟ كنت بتعمل ايه انت ونديم لوش الصبح؟ شغل؟ شغل ايه ده يا استاذ مختار؟ الصين جامده. الصين. ماشي يا مختار، سلام. شفتي بقى يا حبيبتي انك ظلمانه؟ مش عارفه ليه يا نديم كده حاسه انك بتكذب عليا. لانك ظنانه يا نعمه، ظنانه، بتشكي حتى في نفسك. يمكن، ما انا اصلي اللي شفته من صنف الرجاله مش شويه، مصيبه تطلع زيهم. يا حبيبتي انا قلتلك قبل كده، صوابعك اللي عايزه تتاكل دي مش زي بعضها. ممكن ادخل؟ صباح الفل. اهلا اهلا يا بيبي، اهلا. شريكي العزيز اللي بيعط من ورايا وما يقوليش الا لما يطب في المصياده. اسكت يا مختار يا اخويا، ما تفكرنيش. انت عارف لولا ان انا كلمتك قبل ما اقابلها كانت بقت مشكله. طبعا. طب ما انت ناوي تلعب بديلك، اتجوزت البومه دي ليه من اصله؟ لا لعب بديلي ايه، دي مصالح، ما انت عارف مصالح. طب نصيحه مني انا، خد مني اكتب عرفي، بلاش الحرام، اوعى تعمل حاجه حرام، خد مني. ممكن افهم ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عايز مصلحتك عشان ربنا يبارك لك. يا عم انت فاهم الموضوع غلط. المهم يا عم، احنا ايه بقى؟ عايزين نلعب القرد ولا احنا فاتحين الشركه دي علشان نتسامر فيها انا وانت؟ عيب يا مخ. شوف انا جايب لك معايا صفقه. ايوه. في الجون ده الكلام بقى اللي احب اسمعه، بس اهم حاجه تكون سلعه مفيده. شغل الشمال ده انا بطلته، كانت مره كده وراحت لحالها، وربنا يسامحنا يا رب. هو في حد دلوقتي يا مخ جاب سيره الشمال؟ طب لعلمك بقى الصفقه دي يمين، ويمين قوي كمان. لا ما بلاش قوي برضه، لا يفتكرونا تبع الجماعه اياهم ويقبضوا علينا، احنا مش هنضحك. اسمع يا سيدي، قول. احنا هنستورد فوانيس رمضان. فوانيس رمضان وسجاجيد صاله وسبح من الصين، وكل سنه وانت طيب، رمضان قرب. ايه رايك؟ صفقه 100 100. حاسه زي ما يكون بيكذب عليا. عندك دليل يا نعمه؟ لا. يبقى خلاص تنسي وتسكتي خالص، وبلاش تفتحي على نفسك مشاكل. ايوه بس انا الدنيا علمتني اني ما اديش الامان لحد، واتوقع الغدر في اي لحظه. يا بنتي حاجي على بيتك وجوزك، وما دام الراجل مراعيكي ومهنيكي يبقى ليه تفتحي بينك وبينه مشاكل؟ يما هو في حد برضه بيدور على المشاكل؟ ده انا ببقى قاعده ولا بيا ولا عليا، والاقي المشكله جت ونطت في حجري، معرفش جت لي منين. كل ده عشان جوزك سهر له سهره بره البيت ورجع البيت وش الفجر. يا سلام، وهو عادي يرجع وش الصبح؟ ومش من حقي اعرف هو كان فين. ما هو قالك، وكمان سالتي مختار وتاكدتي بنفسك. مختار ده تعبان، ده يقول اي حاجه بس علشان يرضي نديم. حتى لو كان بيضحك عليك انت خسرانه ايه؟ هو مش كتب لك الفيلا باسمك ونص حصته في الشركه؟ ايوه، وسجلتهم كمان. طيب خلاص، يبقى عايزه ايه بقى؟ حطي في بطنك بطيخه صيفي وصهياني ولا كانك شايفه حاجه. ازاي يا ماما؟ ما اقدرش اعمل كده. يمكن لو ما كنتش بحبه كان ممكن، لكن ده برضه جوزي. يا اختي امال لو عرفتي اللي كان ابوكي بيعمله فيا، ده كان بيختفي من البيت بالاسبوع من غير حتى ما يكلف خاطره ويرفع سماعه التليفون. طب وانتي ايه اللي خليكي تستحملي حاجه زي كده؟ هعمل ايه يا اختي؟ كنت مخلفاكي، والمضطر يركب الصعب. انا بقى مش مضطره، انا معايا فلوس تسهل لي اي حاجه صعب، وتلاقيني الحديد كمان. نص مليون جنيه. الله عليك يا معلم. دي اول قطفه. ها؟ لما رمضان بقى يقرب هنكسب اكتر. وايه؟ فلوس حلال 100 100 يا مخ. الله عليك يا راجل، يا بركه يا بركه. حبيبي. مساء الخير يا اساتذه. الفلوس دي كلها. انا يا عم نديم، احنا قاعدين في قهوه ولا ايه؟ خدها يلا يلا، هويها من هنا. مين ده اللي يهوني يا راجل يا مكمكم؟ لا 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 لا، عيب عيب يا نعمه، مختار برضه شريكنا. شريكك انت.
انما دي ما اعرفش عنها حاجه. مالك يا اخويا بتكلمني من طرف مناخيرك كده ليه زي ما تكون مش مستنضفني؟ يا ستي مش عايز اعرفك، مش طايق اشوف وشك. هو بالعافيه يعني هو انا اللي خلاص ميته في دباديبك وعماله بتلزق فيك؟ ايه الفلوس دي يا ندي؟ دي يا حبيبتي مكسبنا في فوانيس رمضان. انتوا خلصتوا العمليه ونجحت؟ وريني. دي مالك انت؟ حاجه غريبه قوي، ما تبصيش في طبق غيرك. الطبق ده يا اخويا شرك، وحرام عليك لما تطفحه لوحدك. ما تقول له حاجه يا نديم. ما انا قايل له، قلت له انك شاركتي في حصتي بالنص. الكلام ده بينك وبين بعضيكوا. انا ماليش فيه، ولما تبقى اخويا تاخد حصتك يبقى اديها نصيبها في البيت. وما خدتش نصيبي انا ليه يا اخويا؟ مش حقي؟ حقك انت خدتيه تالت ومتلت، ولا ناسيه الخمسة مليون؟ وهو انت كنت بتبقشش عليا من جيبك ورثي من جوزي الله يرحمه؟ هيه شيلي ايدك النحس دي يا ولد. ما تقول له حاجه يا نديم. تعالي تعالي يا نعمه نتفاهم في مكتبي. وانا اتفهمش انا ليه؟ هنا ممنوع الاقتراب او التصوير. ليه يا اخويا؟ كانت منطقه عسكريه؟ طبعا احنا بنحارب عشان اكل عيشنا. اكل عيشنا؟ هتشتري انت بالفلوس دي عيش مش كده؟ ولا هتشتري بيها حشيش؟ الشيخ يخرب بيتك، انت مالك انت؟ اشتري حشيش؟ اطيرها صواريخ؟ انا حر في فلوسي. يا عم نديم ما تشوف جماعتك. من فضلك يا نعمه تعالي بقى عشان افهمك. يا عم تعالي، فين هنسيبه مع الفلوس لوحده؟ ما تقلقيش بس تعالي. يا نديم فلوسي فلوسي وانا حر فيها. عد يا اخويا عد، عدوا عليك ان شاء الله معددين خرص. تعالي بس تعالي يا نعمه. والله لا فالك يا بومه. يا خراشي اهدي اهدي يا نعمه، تعالي اقعدي اقعدي. شوف يا نعمه، انا عايزك تهدي اللعبه شويه مع المختار. الفترة اللي جاية دي تخليكي في بيتك وحقك هيوصلك لغاية عندك. جرايا يا نديم في ايه؟ ده انت جوزي يا اخويا، يعني المفروض تدافع عني. انت معايا ولا معاه؟ يا ستي انا مش عايز مشاكل، ولا احنا اللي هنقوله نعيده؟ يبقى انا بقى مش من حقك الشركة. من حقك، من حقك يا نعمة، محدش قال حاجة. بس مكتب مختار بلاش. اشمعنى؟ اشمعنى؟ لا اله الا الله، الراجل يا ستي مش عايزك في مكتبه. انا حرة بقى، انا شريكة في الشركة دي وادخل المكتب اللي يعجبني. وانت لازم تعمل لي مكتب اكبر من مكتبه. تاني يا نعمه، ممكن بقى تقومي تمشي دلوقتي؟ ماشي يا نديم، هقوم اروح، بس هنكمل كلامنا في البيت. ماشي يا حبيبتي. وما تنساش تجيب لي ناصري من الفلوس اللي عمال يعد لي فيها جوه لوحده ده. يا حبيبتي ما انا كنت هروح احطها لك في البنك. يا سيدي لا، هاتهم لي على البيت، عايزه اتدفى بيهم شويه. بس عليك يا نعمه، تتدفي بيهم برضو؟ ليه يا حبيبي وانا مش كفايه؟ يعني انتوا الاثنين مع بعض يا نديم هتبقوا تجننوا. إذا كان كده ماشي. لو النبي قال لك الكلمة دي، ده أنا بتشائم منها أوي. آسف يا حبيبتي غصب عني، يعني بحكم العشرة بقى. يا خوفي عليك من العشرة بالراجل المحششات اللي جوه ده. لا يا حبيبتي، أوعي تقلقي عليا. إذا كان هو هوائي، أنا بقى مائي وأشرب المحيط. صباح الخير. يا صباح الفل. صباحية مباركة يا أحلى عروسة في الدنيا. كانت ليلة تجنن امبارح. عارفة يا حبيبتي أحلى حاجة فيها إيه؟ إن أنا وإنتي كنا لوحدنا، أنا وإنتي وبس. بس أنت كنت تجنن امبارح. يا حبيبتي لما تبقي قدامي وشايفك ولمسك بإيديا وما استمتعش بكل لحظة تبقي فيها في حضني، أبقى عبيط. إنتي اللي يحبك يا نعمة عمره ما يبقى عبيط، بالعكس يبقى ذكي ومرزق. يا احلى نعمه ربنا اداها لي. انا بقى حاسه ان ربنا عوضني بيك على سنين الشقا اللي شفتها قبليك. حاسه انك بتحبني وبتخاف عليا. نفسك تعمل اي حاجه علشان اكون مبسوطه ومش ناقصني حاجه. هحتاج ايه تاني عشان احط راسي على صدرك وغمض عينيا وانا هنا مرتاحه يا حبيبتي انا. اوعي انت مين انت يا ست؟ انت وعايزه ايه؟ انت رايحه فين؟ صباح الخير عليكو. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وعرفتي طريقنا هنا ازاي؟ انا مش جايه لك اصلا ولا عايزه اشوف وشك. انا جايه لجوزي حبيبي ابو ابني. انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اترشيتي وقلنا ماشي، لكن كمان مش شايفه اللي في بطني؟ ما تتكلم تقول حاجة. انت ايه اللي جابك هنا يا حنان؟ جاي اعيش مع جوزي حبيبي ابو ابني، ولا انا وابنك بقى ملناش حق عندك؟ ابنك ده مين يا روح امك؟ انت تروحي تعملي عملتك بره وتيجي ترمي بلاكي عليا؟ ما تتكلم تقول حاجة يا نديم.
عايزاني بس اقول ايه يا نعمه؟ تقول ايه؟ عجبك الكلام اللي هي بتقوله؟ بالراحه كده ومن غير اي انفعال. بصراحه انا ردتها. ردتها؟ صدقيني يا نعمه، انا اصلي اتفاجئت بحملها وكان لازم اردها عشان اللي في بطنها. يخرب بيتك، ده انا كنت صدقت انك مخلص ليا وبتحبني. والله العظيم بحبك. كذاب مغسلش. يا نعمه افهمي انا عملت كده ليه؟ بره. يا نعمة افهمي. امشوا اطلعوا بره انتوا الاتنين بدل ما هطلب لكم بوليس دلوقتي حالا. بره ده ايه يا عنيا؟ على رأي المثل البيت بيطابونا والغربة بيطردونا. الفيلا دي بتاعتي ومكتوبة باسمي يا هاني. هي خلت عليك اللعبة ولا ايه؟ لعبة؟ لعبة ايه؟ ايه التخريف اللي بتقوليه ده؟ دي الحقيقة اللي انت خبيتها عليا علشان يخلالك الجو معاها. حقيقة ايه؟ حقيقة اني باعلك الفيلا دي بيع سوري. جاب لي الجوز الشغالة بتاعتي على انه موثق في الشهر العقاري علشان يلهب فلوسي. انت عرفتي ازاي؟ الكلام ده حصل؟ تبقى حقيقة؟ أيوة يا نعمة حصل. يا كذاب يا غشاش، افهمي أنا عملت كده ليه؟ عملت إيه فين في روحي يا كذاب يا حرامي؟ عيب كده، أنا مهما كان جوزك. جوزي؟ ده أنت لو كافر يا أخي ما كنتش هتعمل فيا كده. افهمي بقى، أنا عملت كده عشان بحبك. بتحبني تقوم تسرقني؟ فلوسك اللي مقوية قلبك كان لازم أحرمك منها عشان تفضلي جنبي. يا خرب بيتك يا نعمة، يا خرب بيتك. أنا كنت هقول لك في الوقت المناسب، وعموما فلوسك في رقبتي يا نعمة وانت في عينيا. ده انا هصدق لك عينيك. مش كفايه ده انا هذبحك وهمسح بدمك الحيطان برضه. مش كفايه يا نديم، مش عارف اعمل فيك ايه. كل اللي تقدري تعمليه انك ترضي بالامر الواقع وتعيشي في ظل راجل بيحبك وبيخاف عليكي. ده انت بتحلم. مش نعمة اللي ترضى تعيش جاريه من جواريك، ولا انت ولا الف راجل زيك هيقدروا يكسروني. اوعى. نعمة استني بس. نعمة نديم هتخون. انت ايه يا شيخه؟ حد مصلاتك عليا؟ بوصيلي كل اللي بعمله. انت لسه هتشتغلني؟ ما انت خدت فلوسها خلاص، ما تسيبها تغول. انت ناسي ان الست اللي بتتكلمي عليها دي تبقى مراتي؟ خلاص احنا فيها، اول ما تنزل ارمي عليها اليمين وخلصنا. مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك ايه منك لله يا شيخه.